لم تلقى دعوة بن صالح استجابة. المشاورات السياسية التي أعلن عنها في وقت سابق انطلقت اليوم وسط حضور محتشم غابت عنه أغلب التشكيلات السياسية، بما في ذلك التي كانت إلى وقت غير بعيد محسوبة على معسكر الموالاة. أما القلة المشاركة جاءت باقتراحات للمساهمة في الخروج من الأزمة. الحوار والتشاور هو الآلية الصحيحة والصحية لحلحلة مختلف المشاكل، وبلدنا وهو يعيش هذه الأزمة الراهنة في حاجة بطبيعة الحال إلى حوار يعني جاد ومسؤول. تم فتح النقاش بكل حرية، وكانت هناك تدخلات مختلفة يعني، وكانت هناك يعني تدخلات هادفة. نحن هنا ونواجه شعبنا ونقول لشعبنا نحن هنا لاقتراحات ملموسة تسمح بتحقيق مطالبك. مع بدء المشاورات احتج ممثلو بعض الأحزاب السياسية الحاضرة بدعوى ضرورة سير الأشغال بشكل علني. ما لازموش ياخذ قرار انفرادي بحكم أن مبدأ المبادرة هو مبدأ تشاوري، وعليه ما شاورش الجمع الكريم على طرد الصحفيين. التأسيس لإنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات يرى البعض أنها خطوة مهمة في المرحلة القادمة للتخلص من التأطير الإداري. طالبنا بإبعاد الإدارة مباشرة، طالبنا بأن الهيئة هي التي تعلن الانتخابات، والهيئة حرة في اقتراح كل الحلول التي تضمن نزاهة الانتخابات. وبين مقاطعة الأغلبية للمشاورات وتأكيد الحكومة الاستمرار فيها، يبقى التساؤل مطروحا عن جدوى هذه المشاورات في ظل غياب حلول عملية للأزمة التي تعيشها البلاد.